السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الطلاب ومتابعي مستر نجار على قناة الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الطلاب ومتابعي مستر نجار على قناة اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من سلسلتنا الجديدة بإذن الله المفيدة، ألا وهي سلسلة قطعة فهم. ما تنساش عن الوعد والعهد الأسبوع الماضي، قلنا أن القطع اللي جاية كلها مهمة جدا جدا جدا. الأسبوع اللي فات كانت قطعة مهمة جدا، والنهاردة قطعة مهمة جدا إلى أن يأذن ربنا بنهاية العام الدراسي. حبايبي شد حيلكم، من 18/5 هتبدأ المجموعات تتغيب بإذن الله، فشد حيلك بالتوفيق والنفس الطويل إن شاء الله. دي النقطة الأولى، سامحوني على صوتي بس تعبان جدا والله، مرهق من الشغل وقلة نوم، فأرجو دعواتكم بإذن الله. كل من يستفيد بإرادة ربنا منا إن شاء الله يدعي لي إن ربنا يكرمنا بالتواصل والاستمرارية. على بركة الله كل عام وانتم طيبين، وعلى رمضان رايحين، وبإذن الله على الدرجات النهائية ناويين، وفي كليات جميلة كلكم موجودين. حبايبي نزل جدول شهر رمضان على اليوتيوب، احضروا جميل جدا، كيف تذاكر استعدادا ورمضان أحلى مع النجار. بالتوفيق يا رب إن شاء الله، ونتوكل على الله ونبدأ البداية المعتادة. جاهز أجندتك، كشكولك وتوكل على الله، سمي الله واذكر الله، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسانيش بالله عليك في الدعاء، وربنا يا رب يوفقكم. حبايبي الحلوين يلا نبدأ القطعة بتاعتنا. طبعا هتحملها الأول وتحلها وحدك الأول، بعد كده تخش معايا. يلا حبيب قلبي. بيقول لك إن ذا سمول فاليجز، في الكرة الصغيرة. سمول صغير طبعا. حبايبي فاليجز كرة أوف كينيا، طبعا لدولة كينيا اللي هي في أفريقيا. موست كيدز معظم الأطفال، موست كيدز موست طبعا بمعنى معظم، موست اشتغل معظم، ذا موست الأكثر، موستلي غالبا. حاسس أنا في اللحظة دي ناس بتقول لك إيه حلوة دي حلوة دي، موست إيكوالز أوفن، تمام. موست كيدز معظم الأطفال بيريدوا أن يقرأوا الكتب، but no roads ولكن عايزين يقروا، بس مفيش طرق، مفيش مكان يمشوا فيه، مفيش طريق بري يمشوا عليه عشان يروح المكتبة. يا نهار ابيض، no roads lead to تؤدي الى، lead to يؤدي الى، يجي بعدها اسم او ing، يؤدوا الى their homes الى منازلهم، only فقط miles اميال، مفيش طريق يمشوا فيه يروحوا المكتبة، في اميال ياه مئات، only miles and miles of sand ورمال كبيرة جدا وكتيرة ومن الرملة. كارز العربيات والتراكس والشاحنات، العربيات والشاحنات are useless ملاش لازمة، حتى لو يربع عربية ملاش لازمة. so لذلك المكتبات بتاعتهم بتصل لحد عندهم، مش هما اللي بيروحوا المكتبة، المكتبة بتجي لهم. افهم مش كل كلمة تعرف معناها، لأن وارد تلاقي كلمة مش عارف معناها، ففي اللحظة دي تعتمد على مين؟ على الفهم، لأن اللي اخترع السؤال ده سماه comprehension قطعة فهم، جاية من فيرب اسمه comprehend اقرأ، read and understand اقرأ وافهم، مالكش read and translate مالكش ترجم، بأمارة إن عملوا سؤال للترجمة. حبايبي الحلوين minds and minds of sand، فالسيارات والشاحنات مالهاش لازمة، لذلك الكتب والمكتبات بتروح لهم لحد عندهم. ازاي؟ On the backs of the camels، على ظهور الجمال. Camels الجمال can handle، تستطيع أن تتعامل. The sand بتتعامل مع الرملة. And the box، وتشيل الكتب. Two camels، اتنين جمالين جمالين، with driver وسواق. وأمين المكتبة walk، يمشي إلى القرية. One camel، جمل واحد يحمل حوالي 40 باونز اوف بوكس، 400 باونز من الكتب. مستر باوند يعني جنيه، 400 جنيه من الكتب؟ لا ما اعتقدش، مش ماشي مش ماشي كفهما. ازاي يعني 400 جنيه من الكتب؟
اكيد 400 حاجه من الكتب. طب 400 كيس من الكتب، طب 400 زكيبه، طب شنطه، طب كيس، طب ايه هي دي؟ يبقى الباوند دي مش جايه جنيه، جايه واحده يشيلوا فيها الكتب. خد بالك، and the other ده جمل بيشيل الكتب، والاخر بيحمل الخيمه اللي بينصبها الراجل ويقعد جواها يبيع الكتب. تمام. At each village، وفي كل قريه امين المكتبه الراجل set up، يروح ناصب التنت الخيمه and displays، ويعرض الكتب بداخل الخيمه. Two weeks later، بعد اسبوعين the camera return with new box، بعدها باسبوعين تخلص الكتب يرجع بكتب تاني. ده كده الباراجراف الاول، الجزء على بعضيه باراجراف. الباراجراف التاني، حبايبي الحلوين، some books، بعض الكتب in northern، بعض الكتب in northern في شمال تايلاند. دخلنا بقى سيبنا كينيا ندخل على تايلاند. northern شمال، ايه ده؟ هو ايه الفرق بين شمال نورث ونورثرن؟ نورثرن اتجاهات فرعيه ما تاخدش ذا، اما نورث اتجاهات رئيسيه تاخد ذا. نورث اتجاهات الرئيسيه تاخد ذا، الاتجاهات الفرعيه ما تاخدش ذا. خد بالك، يبقى ذا نورث، فبعض الناس في شمال تايلاند اتجاهات الرئيسيه تاخد ذا وتاخد اوف، الاتجاهات الفرعيه ما تاخدش ذا ما تاخدش اوف. دي كانت في قطعه قبل كده وكانت في يونت وحكيت لكم عليها. يا بخت اللي بيكتب يا جماعه. نورثرن اتجاه فرعي شمالي، نورث شمال، ايسترن شرقي، ايست شرق، الاتجاه الرئيسي ياخد ذا وبعد اوف، اما الفرعي لا. متفائل لكم، انا متفائل ليكم عشان اتعبنا، فربنا ان شاء الله يكرمنا. Live on mountains and in jungles، في الغابات والادغال، بعض الناس في شمال تايلاند هيشوف في غابات وادغال. زي libraries، مكتباتهم تحمل on backs of elephants، دول بقى بالفيلة الاولين بالجمال، يا نهار ابيض على ظهور الفيلة. These massive mammals، هذه الحيوانات الثدييات الضخمة، handle، تتعامل مع هذه الرحلة الصعبة، because of، بسبب their size، حجمهم، يستطيعوا يحملوا heavy loads، heavy loads كميات كبيرة، loads load، تمام؟ of box load، مول كمية أو حمولة أو ضغط، عامل load. heavy loads of box in metal cases، في حقائب حديدية، صناديق زي الباونز اللي خدناها من شوية. the metal protect، المعدن بيحمي الكتب من الهيفي رينز، من المطر الغزير، وإيه؟ ذات فول، الذي يسقط في هذه المنطقة. البرياف التالي بيتكلم عن اندونيسيا، لديها on challenges، لديها بقى تحديات خاصة بها. This country، هذه البلد، is made up of، تتكون من 17,000 islands، البلد دي بقى اندونيسيا 17,000 islands، جزيرة. Therefore، لذلك معظم الناس بيسافروا by boat، بالمركب. And so do their library بوكس، والمكتبات بتاعتهم بقى، تمام؟ طبعا هنا بقى بالمراكب عشان الجزر. ابود اللايبرري بوت، فالمركب الخشبيه دي بتعمل كمركب بالنسبه لهم كمكتبه، بتعمل 500 كتاب باكد ان بوكسز، موجوده في الصناديق 500 كتاب. بوكسز اوف بوكس، صناديق الكتب تترك في القريه، اند ار تريدد، ويتاجر فيها بيها بالنسبه للكتب، ويرجعوا بعد كده a few weeks later يجيبوا لهم كتب غيرها. For people who live in a remote area، بالنسبه للناس اللي ساكنه في اماكن بعيده، and can't get to، ولا تصل للمكتبه، المكتبه that comes to them، خلاص بيقول لك ما تنساش، اللي ما بيقدرش يروح المكتبه، المكتبه بتجيبه. Brings more than books، it brings، انها تجلب a whole world of information، فالمكتبه ما بيقدرش تجيله، ما بيقدرش يروح لها، فهي بتجيله وتجيب له معلومات العالم. قطعة ظريفة جميلة. تعال نشوف مع بعض أول سؤال. بيقول لك why do camels، why do camels، لماذا الجمال بتسلم الكتب إلى بعض القرى في أندونيسيا؟ لماذا؟ ليه الجمال هي اللي بتسلم؟ معايا؟
الاجابه طبعا لو بصيت الاجابات الاربعه هقول زي كان هاندل تتعامل مع المطر، بس دي جمال دي كده صحراء. زي كان ووك تستطيع ان تمشي في الرمال وتحمل هيفي لودز وتحمل كميات كبيره من الكتب، دي حلوه عشان الرمله. تستطيع ان تحمل الكتب في حقائب معدنيه، لا ما قلناش حقائب معدنيه قلنا بامونز. تستطيع ان تسافر خلال الادغال، لا ما قالش الادغال هو قال الرمال. يبقى عندي هنا طبعا هتبقى رقم كم؟ هتبقى نمبر بي. بصورة رقم اتنين، المراكب بتحمل مكتبات الكتب في اندونيسيا بيكوز لان المراكب اسرع من الفيلة، ولا الكرة محاطة بالرملة كيف اما دي مراكب، ولا الغابة صعب جدا ان تمشي فيها، ولا الناس بيعيشوا على ديفرنت ايلاندز. طبعا اكيد انتوا عارفين هو عدد كبير من الجزر، يبقى اكيد لان عدد كبير من الجزر يبقى الاجابه نمبر دي. نمبر دي حبايبي الحلوين. السؤال نمبر 3، because of بسبب المطر الغزير الهيفي رين ان تايلاند، في تايلاند المطر الغزير الجمال بتحمل؟ لا طبعا مالهاش دعوه بالجمال خالص لان ده المطر الغزير، اما الجمال كانت في الرمله. اثنين، طبعا الكتب توضع ان ميتال كيسز، طبعا هي دي لو تفتكر. المراكب بتسلم الكتب، ولا الفيلة بتحمل؟ لا طبعا. بالنسبة السؤال رقم 3 لو بيتكلم عن تايلاند، يبقى طبعا هنا تايلاند يبقى بسبب الأمطار بيحطوها في حقائب معدنية، يبقى السؤال رقم 3 هياخد بي. السؤال رقم 3 هياخد بي. طيب يا مستر لما هي بتاخد بي، تمام احنا شفناها فين؟ يعني شفناها فين؟ تعال نرجع اهو تايلاند، فين اهو تايلاند؟ حقائب معدنيه اهو ميتال كيس، تمام يا شباب ماشي، بس عشان نبقى شفناها كده مع بعض ويبقى في لينك بيننا. سؤال رقم 4، بيزد اون بناء على القطع، اي خاتمه يمكن ان تصنع في هذه القطع؟ القراءة مهمة للناس حول العالم، محدش جاب ست القراءة، هما بيتكلموا عن المكتبات. كل المكتبات هي مباني، من قال؟ الجمل والفيلة ضعفاء، محدش قال كده. المراكب تعمل كأفضل وسيلة، ها؟ ولا القراءة مهمة لكل الناس حول العالم؟ طبعًا سؤال زي كده بيتكلم عن قيمة القراءة والمكتبات بتذهب لك في أي مكان أنت مش فيه، يبقى طبعًا هيبقى نمبر، سؤال نمبر 4 هيبقى إيه؟ هتبقى ايه بالنسبه لنمبر 4؟ السؤال رقم 5، كم عدد الباونز؟ وعرفنا ان الباونز هنا مش الجنيهات. الباونز هنا مش الجنيهات، كم عدد الباونز؟ تمام يا شباب؟ كم عدد الباونز الموجودين اللي بيشيلها الجمل الواحد؟ طبعا الاجابه لو تفتكر، تعال نرجع كده، كم عدد الباونز اللي بيشيلها الجمل الواحد؟ ايوه طبعا 50-100 بوكس باج ان بوكسز. ارجع تاني هات لي كده، ايوه 40 باونز 400 كيس او حقيبه او زكيبه 40، تمام 400 منين 400 اهي اللي هي 400 يا شباب 400، تمام يبقى الحل نمبر بي. السؤال رقم نمبر 6، ذا وورد باوند للسائلين حالا، هل هي وحدة لقياس الوقت، ولا قياس درجة الحرارة، ولا الوزن؟ احنا قلنا كيس أو حقيبة، يبقى هي وزني الستة تاخد إيه؟ 7، ذا بيست تايتل، أفضل عنوان لهذه القطعة يمكن أن، مكتبات متحركة أكيد، مكتبات عامة، مكتبات خاصة، مكتبات متحركة، لأن مرة مركب، مرة فيل، مرة جمل، يبقى كل ده طبعًا متحرك. السؤال رقم 8، ذا أندرلايند ويرد، الكلمة اللي تحتيها خط أزهر، طب يا ترى أزهر دي كانت فين؟ يعني هو كان بيتكلم عن الجمل، يعني أزهر دي جت في الجمل، أهو واحد بيشيل 400 باونز أوف بوكس، وذا أزهر والتاني بيحمل الخيمة، ذا أزهر هنا عايدة على مين؟ عايدة على الجمل، أهو يلا يا حبيب قلبي، ذا وورد أزهر عايدة على الجمل. واي آر إلفنت، لماذا الفيلة قادرة أن تيل ويز تتعامل مع هذه المواقف الصعبة في تايلاند؟ بسبب ارتفاعاتها، عقولها، احجامها، شورت تيل، طبعا الفيل هنا طبعا حجمه هو بيشيل حاجات تقيله فزير سايز.
بعد كده انوات بوت المركب هولد مش ارتفاعاتها هي احجامها. المركب نوت بيحمل 500 كتاب باجد ان بوكسز. نوت بوت مركب. المركب ده بقى مصنوع من ايه؟ من الخشب. يبقى بنسميها الايه؟ المكتبه الخشبيه. يبقى طبعا وودن لايبرري. حبايبي الحلوين بحبكم جدا. مستر مجال حبيبك خلي بالك. فادعي له ربنا يعينه ان شاء الله وسامحوني ان الصوت مش طالع كويس بس والله انا تعبان جدا وان شاء الله اللهم لك الحمد لك الشكر. شكرا لكم. نتقابل ان شاء الله الاسبوع القادم في قطعه جديده وان شاء الله تكون معلومات مفيده. ولكن ما تنسونيش في الدعاء قبل الفطار كده ان شاء الله ادعي لنفسك وللغير ياتيك الخير. وما تنساش بابا وماما واحبائك كلهم وفي الاخر افتكرني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.